صباح الخير الأخوات، صباح الرباح، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الزين. أنا خصكم تطيب قهيوة. أيوة جدات شتوها. الصباح هذا ما كيش عندي الخبز، دابا تسعود غادي نعجن الخبز هو الأول، نخليه يختامر ونعجن شوية المسمن. المسمن راه مشاركة معاكم، هذا الروتين ديالي اليومي. درت القمح ودرت الفورص ودرت الملح، هنا درت الفورص ودرت القمح ودرت الملح. هذه هي مكعب ديال الخميره تا هو غنديره، باقي الوقت غنعجنها دابا ان شاء الله. اي حاجه درتها اليوم في هذا النهار ديال الروتين اليومي غنشاركها معكم خوتي وخواتاتي. القهوه ديالتي هي وجدات البنات، ضروري قهوه في الصباح ضروري. وغنشارك معكم المفاجاه اللي قلت لكم، جا الوقت ديالها، ما عليكم غير تتابعوا الفيديو. ايوا البنات، ها القهوه ديالتي. ما صافيش عندي الخبز، قلت غادي نعجن الخبز هو الاول، عاد نعجن شويه المسمن ونخرج نضربو واحد السيقه لواحد السطح. انا غنوريه لكم، راه فايته ونوريها لكم. كنا صايبنا واحد التسليسه لواحد السطح الفوق، وبعد ما نوريكم المفاجاه نوريكم كلشي. بقى لي السطح مرول، ما قدرتش البارح نجمعو. المهم غنشرب القهوه ديالتي وغنعجن العجينه ونكمل معاكم ان شاء الله. هانتوما صباح الخير البنات، عجنت العجينه غطيتها، حتى لو بغيتو العجينه خليو ليا نشاركها معاكم. شو الدنيا كصبحات، هانتوما المعلم خلي ليا الدنيا مرونه، هادشي كله غنصيقو. وهنا غنوريكم المفاجاه اللي كاينه الفوق، هما الحوايج منشورين، الماكينه خدامه. المهم طلعوا معايا، هنا فين درنا التسليسة، سدينا هاد الجوانات، هاهو الدجاج تبارك الله كيسمعنا البنات. ويلا جبت ليه كيل وبغى ياكل تاني، شتو ونمشيو نشوفوا المفاجاه اللي حطوا لي تبارك الله. بسم الله، هي هذه اللي تتبيض، هذه هي اللي تتبيض، هذيك الصغيره فيهم طلعت اختي تعطيهم النقاب وهي تلقى البيض. هذا هو المفاجاه، ها هو فين كاين، انا ما كنت شفتوش. ها وحيده ما عرفت شكون قتلها، شتوها، ها هو البيض، ما عرفت شكون كالها، الله اعلم، انا ما كنتش عارفهم تيبيضو. ها وحيده جوج، شو تبارك الله قديش وكبارات، ثلاثة أربعة خمسة ستة، كانوا ثمانية. ها الأخرى هي فين، ما عرفت شكون قتلها، وهي دابا باغا تبيض، راه جايه جوجات هما تقريبا ولا وحده، ولا الله اعلم، انا وحده مقلبه حتى تبيض. نشوف الوزه كبرات هي تبارك الله، شوفوا قداش ولات، ولات ما شاء الله قداش هالبيضه البنات. هذه هي المفاجاه، ايوا صبروا صح الله، تجاب الله هاد البيضات. غادي نهبط هنايا بلاصه اخرى فيها وحيده، بقيت فيها البارح وخليت راه في الفيديو السابق قلت لكم المفاجاه. اي تبارك الله هربوا، بغيت ندخل نجيبها خاف. هاي شتو بيضه وحده صافي، مقلب زعما كتكون شي بيضه اخرى، صافي هادي صافي. دي هي المفاجاه تبارك الله ما شاء الله، ها في مشات الوزه. هلا بقى نطلع العقبه، انا الدجاج تاع الجيران راه في مشاو، حتى هما تيبركو في هذيك البلاصه. يو خيرات ربي، هذا
سبعة ثمانية ترست تيدها شكون كالها الله يرحم. سمعتوا الدجاج الصباح هذا تيكون يبيض. صافي انا البنات انا صيقت انتوما كي رجعت الدار تشعل شتوهم انتوما. يلا قولوا لي كيف جاتكم الحداقه تبارك الله. عجنت المسمن عجنت الخبز صيقت السطح وكلت الدجاج هبطت المفاجاه ديال البيض. يلا كون معايا نقرص العجينه مره اخرى نشارك معكم العجينه. حنا عندنا عطله ماشي شي اللي حسن شتو صافي العجينه ديالتي هي اختامت خبزه قليل ماشي بزاف. شوف اشحال غتعطيني انا ملي كنت نعجن فيها قلت غتعطيني ربعة والله اعلم على حساب الخميره 20 غرام اللي عندي ديال الخميره باش ما كثرتش. الفران هو ما عنديش كبير. يلا ادعوا معايا البنات نشري فران ما تيهش ليا الخبز بزاف تيهز ليا خبز لتحت وخبز الفوق. الى طابت التحتانيه تنهبط الفوقاني وفيه العافيه شاعله غير من التحت ماشي من الفوق لتحت هو ديال الطاليان تنخبز فيه الخبز. تما بكري كانوا بحال هكا تيطيبوا فيه البيتزا ديال الكاس يشعل غير من التحت ملي تتشنق تنقلبها. توفق نصور لكم دابا نصور لكم ان شاء الله الصوره نتوما البنات. والله الا ملي كنت نعجن قيصه كنت شنا غير ربعه ربعه راهم زوينات كبارات. نتمنى ان هذا الروتين ديال اليوم وافكار وحيال وكلشي تفيدكم ان شاء الله. كتفيقوا البنات الصباح كوطه كان خاصكم الخبز تبداو صلي وشربوا القهوه ديالكم عجنوا الخبز وجفوا ونظفوا وراك الفراجه. صافي انا نعاود نقرص معاكم خليتهم يرتاحوا شويه بعد ما سلولهم تنخليهم يرتاحوا شويه. تنصبح في الصباح عند الناس صوتي مقجوج ما عرفتش علاش واش البرد ومع مريضه والله. صافي تبارك الله نفرقها بوحدها. هذو هما الافكار ديال اليوم. تبعوا النظام ديال الشقه ما تغلبوش. صافي نخليهم يختامروا. هما هادو الخبزات ديالي بالقمح ديال الدار وصحيين وشي حاجه اللي زوينه نغطيهم نزيد عليهم مانطه اخرى نخليهم يختامروا. هادو هما الافكار ديال اليوم نتمنى من الله يعجبوكم. صافي هنا الاخوات الخبز ختام راه واش تبارك الله غنديرو في اللاطات. صافي درت جوج لاطات وحده تندخلها لتحت وحده لفوق. شو راه حك الفران غير صغير انا غنوريه لكم بقاو معايا. ها هو الفران شو كبير فيه العافيه غير من التحت صافي تيطيب الخبز يجيبو زوين. هانتوما شوفوا الخبز شوفوا الخبز كبير تبارك الله ما شاء الله. نجيب الخبز غزال البنات على هذا الشكل. هانتوما كندخلها بحال هادي الفوق وهادي التحت ملي تتحمر هادي نوريكم. تمنى الله تكون هاهي شتو تحمرات تنقلب على هاد الوجه وتيجي زوين. هذا هو الروتين ديالي اليومي البنات. هانتوما الخبيزات صافي جاو تبارك الله هانتوما ما شاء الله ربعة الخبيزات جاو غزالين. جاب لي هنا البصلة البراقية وشوية الكرافس والليمون الماكلة تاع المشيشة تاهي هاهي. وهذا هو النهار ديالي ديال اليوم. هنا البنات درت الحيمه الطيب ديال الدجاج درت معها الخرشف وجلبانه. فالمهم هاد الروتين غنحطو لكم اللي عجبتو شي حاجه خلي ليا في كومونتير ونشاركها معكم. نشارك معكم الغداء نشارك العشاء نشارك معكم اي حاجه بغيتوها خليوها لي غير في كومونتير. وكنقول لكم بالسلامه وخليتكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ومع روتين جديد وافكار جديده. هادو راه حيال وافكار وفيها كلشي كيفاش تستثمروا راسكم ان شاء الله. ما شاركتش معكم البنات هنايا فطرنا المسمن ها العسل هانتوما مسمنات درتهم الصباح
حطوهم صافي. غنغسل دابا هاد الروينه ها هي، شتو غنغسل المواعن ونجمع الكوزينه نتغداو وعاده نجفف نجففهم صافي. وبالسلامه عليكم البنات، خليتكم على خير، تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.